السلام عليكم متابعينا وصفة جديدة. النهاردة زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض معجنات جميلة، معجنات محشية بعجينة قطنية. اتمنى تجربوها، وجبة جميلة للسحور وسريعة ومش هتاخد وقت ولا مجهود واقتصادية جدا. اتمنى قبل ما نبدأ ونشوف مقادير وصفتنا ما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك، واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. بنقدم سلسلة من الوصفات والحلويات وفيديوهات اخرى متنوعة ومفيدة. مقادير العجينة زي ما احنا شايفين محتاجين حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، وبعد كده هضيف شوية ملح او رشة ملح، وبعد كده معلقتين من الخل. يبقى حطينا كيلو الا ربع من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح ومعلقتين من الخل، وكمان هضيف معلقتين من السكر. هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها، وبعد كده هضيف 2 عدد بيض على العجين بتاعي. هبدأ اخلط كل المكونات مع بعضها مع اضافة اللبن، وهبتدي اعجن العجين بتاعي لحد العجين ما يكون متماسك الى حد ما، طبعا عشان يبقى سهل في العجن. وفي طبعا اخر خطوة اللي هي الخطوة المهمة عشان العجينة بتاعتنا تبقى هشة وخفيفة زي ما هنشوف. هبتدي الاول الم العجين زي ما احنا شايفين بنفس الشكل ده، وبعد كده هجيب نص قالب من الزبدة. نص القالب من الزبدة ده مقدار 113 جرام، هشيل منه حوالي معلقة كبيرة من الزبدة. وهبدأ بعد كده، والزبدة بتاعتي لازم تبقى طالعة من التلاجة، ما تكونش زبدة سايحة. هبتدي بقى أضيفها على العجين وأعجن العجين بيها كويس لحد ما كل العجين بتاعي يتشرب الزبدة، وبعد كده هسيب العجين بتاعي في مكان دافي يختمر. أدي العجين بتاعنا بعد ما اختمر، هنشوف بعد كده هنشكله وهنعمل فيه إيه. بعد حوالي ساعتين من العجن العجين بتاعنا اختمر كويس، هنبتدي نقطعه بنفس الشكل ده. هنا طبعا زي ما قلنا هي وجبة سريعة مش هتاخد منك وقت كتير، هنعمل كل 2 من الأشكال بتاعتنا مع بعض بدل ما نعمل كل واحدة لوحدها عشان طبعا نوفر وقت. هنا هعمل معاكم كذا واحدة وهنشوف طبعا الشكل اللي هنعمله، وكمان هنا المعجنات بتاعتك ممكن تحشيها الموجود عندك في التلاجة، أي حشو موجود ممكن تحطيه جوه المعجنات بتاعتك. وصفة سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. هنبتدي نفرد بالشكل ده، وبعد كده هنحط الحشو. والحشو بتاعنا كان عبارة عن جبنة بتاعة البيتزا وصوص البيتزا. طبعا ممكن بعد كده ممكن انت نفسك تغيري، ممكن تحطي جوه الحشو بتاعك، ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي طبعا ممكن لو عندك فراخ معصجاها او لحم معصج، او طبعا اي حشو عندك ممكن، او اي حاجة من الحاجات المدخنة ممكن تحطيها جوه المعجنات دي. ولكن طبعا انا هنا عملتها بحشو سهل وبسيط ممكن تعمليه، هو ابسط انواع الحشوات اللي ممكن تحشي بيها المعجنات دي. زي ما احنا شايفين بالشكل ده، حطيت صوص البيتزا وكمان حطيت جبنة البيتزا، وهبتدي اقطع العجين بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. هديها شكل كده عشان طبعا تشجع الاولاد على اكلها، وطبعا هي وصفة جميلة وسهلة وسريعة وكمان خفيفة جدا على الاولاد، ووجبة طبعا زي ما قلنا هي وجبة سحور او فطار بإذن الله مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. بعد ما عملنا العجين بتاعنا بالشكل ده، هبتدي طبعا في الاطراف بتاعته كويس عشان الصوص بتاعه ما يطلعش منه، وبعد كده هبتدي اعمل لها الشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الشكل ده اختياري على حسب اللي انت حباه، انا عملت لها الشكل ده، وبعد كده هكمل الشكل زي ما هنشوف. هنعمل مع بعض كذا واحده وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في المعجنات بتاعتنا. بنفس الطريقة فردنا العجين، وهنعمل زي ما قلنا كل 2 مع بعض عشان ما ناخدش وقت في المعجنات بتاعتنا. وادينا حطينا صوص البيتزا، وبعد كده هنحط الجبنة بتاعتنا. هنقفل بقى العجين على شكل مثلث، وهنبتدي زي بتاعة السمبوسة كده، وهنبتدي طبعا بالسكينة هنبتدي نقطع العجين وهنعمل لها الشكل بنفس الشكل بتاعها. هنكمل كل الكمية وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في المعجنات بتاعتنا.
بعد كده ما خلصنا كل كمية بتاعتنا هتسيب العجين بتاعي زي ما احنا شايفين، هسيب العجين بتاعي يختمر حوالي نص ساعة كمان. بعد ما يختمر هضغط بالسكينة زي ما عملت أول مرة، هضغط بالسكينة عشان طبعا أثبت الشكل بتاعي. بعد ما هضغط بالسكينة وأكمل كل كمية هكون محضرة بيضة هخفقها كويس وأحط عليها رشة فلفل أسود وهدهن وش العجين بتاعي بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. هدهن كل المعجنات بتاعتي وبعد كده هبتدي بقى اعمل فيها شكل ورقة الشجر، شكل حلو هيدي المعجنات بتاعتنا شكل حلو وكمان هيشجع الاولاد على اكلها، وكمان هي كمان طعمها حلو بحشوة البيتزا اللي فيها. زي ما احنا شايفين هنبتدي بقى نعمل الشكل اللي احنا عايزينه، وطبعا ممكن تسيبيها كده، ولكن طبعا لو حبيتي تعملي الشكل ده هيبقى شكلها حلو. هعمل كل كمية، وقلنا زي ما قلنا احنا موضوع التخمير مرة تانية ده مهم جدا في المعجنات، بيفرق معاها وبيخلي العجينة واخدة حقها في التخمير، وكمان بيخلي العجينة هشة معاكي بعد ما تستوي بإذن الله. هنا طبعا خلصنا كل الكمية زي ما احنا شايفين، بعد كده هحطها في الفرن وهنشوف بإذن الله النتيجة مع بعض. طبعا بعد كده لو حابة تحطي تزيني وش المعجنات بتاعتك، انا هنا حبيت احط سمسم، ولكن طبعا لا ده اختياري، لو مش حابة تحطي اي تزيين على الوش ممكن تسيبيها كده. بعد كده بقى هندخل المعجنات وهنشوفها شكلها ايه. ادي المعجنات بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن، بجد معجنات جميله جدا وسهله وسريعه وما خدتش لا وقت ولا مجهود، وكمان وصفه جميله للسحور وطبعا وجبه عشاء جميله لاولادك. زي ما احنا شايفين شكلها جميل، والعجينه تتكلم على نفسها، عجينه طريه جدا وهشه وخفيفه، وطبعا هنشوف مع بعض، هنقطع واحده وهنشوف حشو المعجنات من جوه. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك، وكل سنة وانتم طيبين.